هذا وتتواصل اليوم الثاني على التوالي فعاليات سباق جائزة البحرين الكبرى لطيران الخليج للفورمولا 1 على مضمار حلبة البحرين الدولية موطن رياضة السيارات في الشرق الأوسط. نعم، وينطلق يوم غد الأحد هدير محركات سيارات العصر الجديد لسيارات البطولة العالمية للفورمولا 1 في جولتها الأولى والافتتاحية من خلال سباق الفورمولا 1 إلى جانب جدول حافل بالسباقات المساندة والفعاليات الترفيهية في قرية الفورمولا 1. سينطلق السباق في تمام الساعة 6 مساء من مساء غد الأحد ويستمر لمدة ساعتين حتى 8 مساء، بينما ستفتح حلبة البحرين الدولية أبوابها خلال اليوم من الساعة 10 صباحا وحتى 10 مساء، حيث ستزدحم حلبة البحرين الدولية بجدول حافل من السباقات الدولية والإقليمية والفعاليات الترفيهية. كما وتنطلق حملة السحوبات على 10 هدايا في كل 10 دقائق يوم غد الأحد على المنصة الرئيسية فقط وللجماهير المتواجدة فقط على مقاعدها في المنصة الرئيسية، حيث تنطلق الحملة مع بداية السباق حتى انتهائه. هذا ووصل ماكس فيرستابن سائق فريق ريد بول ريسينج تصدره للتجارب الثالثة والتي انطلقت اليوم السبت على مضمار حلبة البحرين الدولية، بينما جاء في المركز الثاني تشارلز لوكل سائق فريق فيراري.